الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله. الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد وصلنا معكم إلى الفصل الأول من المرحلة الخامسة ما هي وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة إذا وصلنا إلى المرحلة الخامسة في الماهية وفي أحكامها وفيها سبعة فصول الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة المسألة في غاية البساطة إلا أن التعقيدات اللغوية والبيانية جعلتها معقدة وتصعب على الطالب العزيز أن يفقه أنا أقاربها مقاربة على ضوء المعايير العقلية ثم أطبق علي المتن يتضح لكم بجلاء تام سهوله هذه المساله نحن اذا عاينا الواقعيات طبعا الواقعيات الممكنه يعني المخلوقات واردنا ان نفهم هذه الواقعيات في دائرتها وفي دائره صفاتها تعيناتها وفي دائرة علاقتها مع الواقعيات الأخرى سواء مع الله تعالى وجب الوجود أو مع المخلوقات التي تشترك معها في عنوان المخلوقية أول شيء نركز عليه في دائرة الذين في الأفق الذهني في النظم المنطقي هو الهويه. فإذا كنا في دائرة في الإنسان كمثال أول شيء نركز عليه هو الهوية الإنسانية قبل التعينات وقبل العلاقات، لماذا؟ لأن لا معنى للتعينات بدون ذات ولا معنى للعلاقات بدون ذات. إذا أول شيء يتعين به الدين وفقا للمعايير العقليه هي الهويات تقول الانسان قبل التعين وقبل العلاقات الانسان انسان مبدا الهويه يفرز في افق الدين بالفعاليه الانسانيه طبعا هذه التركيبات الانسان انسان الماء ماء الشمس شمس فقبل التعينات عندنا الذوات الانسان انسان ثم تاتي التعينات الانسان موجود الانسان نائم الانسان كريم الانسان جبان ثم نقول الانسان متعبد بالقياس الى واجب الوجود بالقياس الى الله او الانسان كريم بالنسبه الى بني نوعه فذات تعينات علاقه إذا مبدا الهوية أول شيء يفرزه على مستوى الأفق الفهمي أو النظم المنطقي في مقابل في مقابل النظم التحققي هي الهويات، الإنسان وإنسان قبل أي تعين وقبل أي علاقة. فنقول إنسان إنسان، الماء ماء، الشمس شمس، القمر قمر. هذا الذي يسمى في المجال التداولي الفلسفي الحمل الأولي، الإنسان إنسان، ما إن عندنا علم زائد على الموضوع، أصلا حتى هذا التركيب لا يندرج تحت القضايا، تركيب تقيدي كأنك في دايرة الذات، الإنسان إنسان، لا زيادة ولا نقصان، جيد، كل تعين. بعد الذات ليس في افق الذات يعني المعايير العقليه الحاكمه على الفهم تقول التعينات تاتي بعد الذات لا يمكن كشف التعينات في افق الذات كمكونات للذات ابدا دائما تكون ماذا خارج الذات ولهذا تأتي التركيبات من نوع آخر غير الإنسان إنسان، الإنسان موجود الإنسان عالم إذا هذه التعينات كلها تأتي بعد الذات وفقا للمعيار السرمدي مبدأ الجوهرية إذا دخلنا إلى التركيبات القضوية التي تفرزها يفرزها مبدأ الجوهرية في أفق الذين في النظم المنطقي النظم المنطقي يعني النظم الفهمي في مقابل النظم الحقيقي سميه الآن النظم المعرفي لا كذلك النظم الإدراكي لا كذلك لا يوم في هذا النظم وفقا لمعيار مبدأ الجوارية تأتي القضايا الإنسان موجود أو الإنسان معدوم إذا لم يدخل دار الوجود ثم نسأل هل هذه التعينات داخلة في أصل الذات لا الذات ذاته هناك لا معنى للتعينات حتى نتحدث عن التعينات أول, يتع... أول تعين يتعين به تتعين به الذات كالإنسان مثلا هو الوجود يعني الدخول في نظام الأسباب والمسببات الدخول حقيقي اذا قلنا الانسان عدم يعني تعين بالعدم هذا الدخول المجازي يعني مرفوع الوجود يعني اذا بحثت في دار الوجود لا تجد الانسان اذا قلت الانسان معلوم اذا الدخول في نظام الاسباب والمسببات الحقيقيه او الادعائيه والمجازيه هناك تاتي التعينات اما في ذات الذات لا معنى للتعينات نعم اذا الذات من حيث هي هي هذا الحيث من حيث هي, هي يعني في مبدا الهويه هناك لا معنى للتعينات هل مسلوبه عن الذات لا معنى للسلب هناك لان السلب يتصور في دائره القضايا يتصور دائما في دائره التحقق او المجاز التعين المجازي يعني في ذات العدم هناك تصور السلب الإيجاب العدول موجبة سالبة المحمول فسرها كما تشاء أما في دائرة الذات حتى السلب لا معنى له يعني تقول إنسان ليس بحجر لا معنى له إنسان إنسان لا زيادة ولا نقصة إذا جيت إلى الواقع الخارجي الذات المتعينة الإنسان متعين بالوجود حتما لا يكون جسما ولا يكون شجرة هناك يأتي السلب والإيجاب وما شبه ذلك ولهذا نقول الماهية طبعا الماهية هنا بالحمل الشاه يعني الإنسان شجر بقر ليس الماهية بالمعنى الفلسفي وسأبين هذه النقطة بعد هذا البيان إذا خذ الإنسان من حيث هو يعني الإنسان وإنسان في دائرة مبدأ الهوية مبدا الهويه يفرز هذا التركيب الانسان وانسان ما شان التعينات هناك لا معنى للتعينات هناك إذن اول تعين يدخل هذه الذات في دائره الوجود في نظام الاسباب والمسببات او حتى في نظام الادعاء والمجاز يعني الاعداء هناك ياتي قيد خارج الذات تقول الانسان وجود او الانسان معدوم جيد. إذا لا الوجود داخل في متن الذات في مبدأ الهوية. يعني الذات الإنسان لا تتقيد في داخلها بالوجود في متنها. تتقيد في ذات الوجود، الخلق، نظام الأسباب والمسببات. أما لا في مبدأ الهوية لا نجد الوجود ولا نجد العدم. وبالتالي لا نجد الحيثيات التي تأتي ببركة الوجود من وحدة وعلية ومعلولية ولا نجد كذلك الحيثيات التي تتبع العدم صنع لا رائحة للحيثيات هناك خلينا من الحيثيات نركز فقط على الوجود والعدم إذا لا الوجود في متن الذات الإنسانية ولا العدم تقول شيخنا مرفوع الوجود مرفوع العدم لا معنى حتى لكلمة رفع الوجود ورفع العدم، يجب ان نفهم المساله هكذا ليس بتعبيرات العلماء هنا معقده وتشوش الذهن. اذا اذا قيل لك على مستوى الذات مبدا الهويه انسان وانسان هناك يتحقق ارتفاع الناقضين هذه خرافه كبيره. لان لان ارتفاع الناقضين اين يجري؟ يجري في القضايا. يعني إذا دخلت الذات في متن نظام الأسباب والمسببات في دائرة الوجود أو في دائرة العدم المجاز هناك يتصور ارتفاع الناقضين ثم نقول محال ويتصور اجتماع الناقضين ثم نقول محال أما في متن الذات لا معنى لهذا الكلام وبقول الأصوليين الماهية في دائرة ذاتها يعني مبدأ الهوية خارج تخصصا عن حكومه ارتفاع الناقضين ومبدا التناقض اذا هناك اذا رفعنا الوجود من متن الذات هذا هو رفع القيد دقق جيد رفعنا قيد الوجود قد يتوهم متوهم وهذا التوهم شنيع اذا رفعنا قيد الوجود يحل محله ما ماذا؟ قيد العدم، خطأ في مبدأ الهوية، خطأ أين تصور هذا؟ يتصور في دائرة العلية والمعلولية، إذا لم تتقيد المهي بالوجود فهي في متن العدم، يعني مرفوعة الوجود أين؟ في دائرة حكومة مبدأ الجوهرية الذي يفرز القضايا التي تضعنا في متن التحقق الحقيقي أو المجازي. إذا ارفع قيد الوجود، رفع القيد يعني رفع قيد الوجود في متن الذات لا يستدعي تعين الماهية في حد ذاتها بالعدم، لا. ورفع القيد العدمي يعني رفع قيد العدم، لا يعني أن الوجود يأتي. لماذا؟ لأن حاكمية مبدأ التناقض وحاكمية مبدأ الثالث المرفوع بين قوسين. ارتفاع النقيضين. اصلا هناك لا معنى لهذا الكلام. اذا رفع القيد من الجهتين من الوجود والعدم على مستوى الماهيه معقول ومفهوم ولا يستدعي لا اجتماع النقيضين ولا ارتفاع النقيضين لماذا؟ لأننا يعني لسنا في دائره حكومه مبدا التناقض ولا مبدا الثالث المرفوع يعني ارتفاع النقيض. اذا رفع قيد الوجود لا يستدعي ان يكون هناك قيد العدم ورفع قيد العدم لا يستدعي ان هناك قيد الوجود ابدا كلاهما هناك لا معنى لهما رفع القيد رفع القيد هناك رفع الوجود ورفع العدم حتى كلمة رفع الوجود ورفع العدم هذه بيانات مجازيه واستعاريه صار هناك لا معنى للوجود ولا معنى للعدم اما اذا جينا الى الرفع المقيد الرفع المقيد يعني ما هي تقيدت بالوجود تقيدت بالوجود ثم ناتي ونرفع الوجود حتما العدم ياتي اذا الرفع المقيد رفعنا الاثنين العدم الوجود هذا يلزم يلزم ارتفاع الناقضين المؤدي إلى اجتماع الناقضين في متن الواقع لا يتسع الأمر إلا للوجود وإما للعدم أين في حكومة مبدأ الجوهرية هذا المبدأ يدخلنا إلى دار الوجود طبعا الماهية إذا تقيدت بالوجود لا تكون معدومة وإذا تقيدت بالعدم لا تكون موجودة الرفع المقيد يعني رفع القيدين في متن الواقع هذا يلزم ارتفاع النقيضين المؤدي الى اجتماع النقيضين هذا محل معقول اما لا رفع القيد في متن الذات رفع الوجود لا يستدعي تواجد العدم رفع العدم لا يستدعي تواجد الوجود اصلا هناك لا معنى للوجود والعدم لا معنى لهذه القيود جيد الماهية هنا الماهية هنا ما يقال في جواب، جواب ما هو. الماهية يعني حد الوجود، ما يقال في جواب ما هو. خرجت الماهية بالمعنى العام. فهذا البحث لا يطال الذات الإلهية. لا يطال الذات الإلهية. إذا إذا قلنا الماهية، يعني الماهية بالحمل الشاح. إنسان، شجر، بقر، ذهب، شمس، قمر، جبرائيل، وهكذا. هذه تستدعي بيانا أبينها لأن الطالب يجب أن يميز الماهية بمعنى الطبائع مخلوقات والماهية بمعنى المفهوم الفلسفي هذه يجب أن أضيئها لأنها جميلة جدا ودقيقة وسهلة ركز في هذا التركيب هذا التركيب في مبدأ الجوهرية الإنسان وجوده الشمس وجودٌ، القمر وجودٌ، الماء وجودٌ، الشجر وجودٌ، الجن وجودٌ، البقر وجودٌ، الحمار وجوده يعني ما معنى؟ يعني هذه الماهيات متحققة. هذه الهلية البسيطة. انزع الآن الوجود. خلي هذه الطبائع. إنسانٌ. شجر شمس قمر جن حمار وأسد ومن الطبائع أسألك ماذا تمثل هذه الهوية هذه الموضوعات تقول شيخنا إذا سألتني ما هو هذا الشيء في دائرة الإنسان أقول الإنسان ما هو يعني ما يسأل عنه ها آه يعني الإنسان ما هي نعم والشجر ما هي؟ والشمس ما هي؟ والقمر ما هي؟ والغول ما هي؟ والجن ما هي؟ والحمار ما هي؟ حملنا عليها الماهيات كما حملنا الوجود. الآن دعنا من الوجود، نركز على الماهية. تجد الطبائع مختلفة: إنسان، شجر، شمس، قمر، غول، جن، حمار، أسد. طبائع مختلفة أما المحمول واحد ماهية 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 هنا يأتي السؤال البنيوي الإنسان ما هو؟ إنسان إنسان الشمس ما هي؟ شمس شمس قمر ما هو؟ قمر قمر الحمار ما هو؟ حمار حمار الجن ما هو؟ جن جن بأي ملاك مبدأ السبب الكافي هنا المعيار العقلي الأساسي الخامس يسأل بأي ملاك تعين الإنسان بالماهية الإنسان إنسان إنسان ما هي مبدأ الجوهرية تقول أنه يسأل ما يقال في جواب ما هو نجيب عن هذا السؤال ما يقال في جواب ما هو يعني الإنسان تحيث بحيثية هي التي جرت عنوان المهية له وكذلك الشجر نعم يعني إذا قلنا ما هذا تقول شجر ما يقال في جواب ما إذا كل هذه الحيثيات التي تعينت بهذه الطبائع الخلقية هذه الحية حيثية هي الماهية جيد المهية بالمعنى الفلسفي أما هذه الطبائع طبائع خلقية جيد الآن الإنسان ما هي؟ الشجر ما هي؟ الشمس ما هي؟ القمر ما هي؟ الجن ما هي؟ الحمار ما هي؟ من تعقل في المرتبة الأولى؟ تقول شيخنا الطبائع: إنسان، بقر، شجر، ماء، ذهب، حمار. ومن تعقل في المرتبة الثانية؟ تقول هذا العنوان المشترك. إذا هذا معقول ثان. معقول ثان في أي خانة؟ معقول ثان فلسفي. مفهوم الماهية. هنا نتكلم عن مفهوم الماهيه ليس عن الانسان والبقر والشجر مفهوم الماهيه ماذا يحكي كل مفهوم يحكي يحكي تلك الحيثيه يعني كون هذه الطبائع محيثه بحيثيه ماذا يقال في جواب ما اذا اذا مره نتحدث عن الماهيه كمفهوم فلسفي من اين مستخرجه مستخرجه من تلك الحيثيه ما يقال في جواب ما هو. مرة نتكلم عن الماهيه كطبائع انسان شجر بقر هنا هنا يسمون الماهيه بالحمل الشائع يعني مصاديق هذا العنوان عنوان الذي ما يقال في جواب ما هو انسان شجر بقر جبرائيل كل الطبائع الخلقيه هنا اذا قال الماهيه ليس مقصوده هو الحيثيه مقصوده الطبائع لماذا؟ لأن هذه الطبائع كلها يقال في جواب ما هو في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة هنا الماهية المقصود بها الطبائع لماذا يعبر بعنوان فلسفي الماهية؟ لأن كلها يقال في جواب ما نعم الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو ما يقال في جواب ما يعني الماهية هنا بالمعنى الفلسفي ما يقال في جواب ما جيد ما صديق ما يقال في جواب ما هو إنسان شجر بقر شمس قمر ماء ذهب وهكذا إذا هذه الحيثية ما يقال في جواب ما هو هي التي جرت محمول الماهية على الإنسان الإنسان ماهيته الإنسان إنسان بدون ميلاك لا ينزح إلى أي عنوان انزاح الى الماهيه انسان ماهيه القمر ماهيه الشمس ماهيه حمار ماهيه باي ملاك انزاح الى هذا المحمول في مبدا الجوهريه لان مبدا الهويه انسان انسان وبس كيف انزاح الى عنوان الماهيه ببركه هذه الحيثيه ما هي. ما يقال في جواب ما هو والحيثيات كلها مفاهيم فلسفيه لما كانت يعني الماهيه وهي ما يقال في جواب ما هو معناه كل من يتحيز بهذه الحيثية من؟ هذه الطبائع لما كانت من حيث هي هي هنا مبدأ الهوية بالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها يعني مبدأ الهوية باصطلاح المدرسة يعني الحملة الأولي لا تعب أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة يعني تقبل الاتصاف أي بالموجودة أو المعدومية في دائرة السياق العلي والمعلولي ما يسمى بالحمل الشاه أما في حد ذاتها كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة نعم لماذا؟ لأن يعني هناك لا معنى للوجود ولا معنى لللا وجود هناك في مبدأ الهوية الوجود متى يكون له معنى؟ إذا انزاحت إلى قيد التحقق مبدأ الجوهرية يعني دخلنا في نظام الأسباب والمسببات ألم ندرس أن الماهية لا تتصف بالوجود إلا إذا دخلت إلى نظام العلية والمعلولية وبالوجوب بالغير. إذا التقيد بالوجود ليس في دائرة الهوية، في دائرة ماذا؟ السياق العلي والمعلولي. إذا كنا في ذات الوجود. إذا كنا في ذات العدم في السياق العلي والمعلولي المجازي الادعائي. بمعنى أن الموجود، دقق جيد في عباراته المعقدة. بمعنى أن الموجود يعني الوجود يعني حيثية طردية العدم يعني التحقق ولا موجود يعني حيثية العدم ليس شيء منها يعني الوجود العدم مأخوذا في حد ذاته ليس في دائرة الذات بما هي هوية في مبدأ الهوية بأن تك يكون الوجود أو العدم عينها يعني في متنها أو جزءها كالجنس والفصل وإن كانت وإن هذه ما معناها وإن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحد ما في نص الأرض يعني في دائرة سياق العلية والمعلولية يعني دائرة الوجود بنحو الاتصاف بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات انظر صفة خارجة عن الذات يعني مبدأ الجوهرية يعني قيد بعد الهوية بمجرد أن تقول إنسان وجود خرجت عن الهوية أنت الآن في مبدأ الجوهرية ما معنى؟ يعني أنت في دائرة التحقق إذا قلت الإنسان معدوم يعني مبدأ الجوارية يعني أنت الآن في دائرة المجاز، يعني مرفوعية الوجود. إلى هنا سهلة جدا. هذه واضحة. الآن يدخل التعقيد. وبعبارة أخرى الماهية بحسب الحمل الأولي. الماهية هنا يعني بالحمل الشائع. ليس المفهوم الفلسفي. يعني الإنسان، شجر، بقر، حمار، جن، شمس، قمر. بحسب الحمل الأولي. لماذا أنا أكرر هذه الأمور حتى تصل إلى مرتبة شنعة لأن هذه أمور معقدة أنا عندي تجربة كبيرة في تدريس هذه المتون تجد الطالب يدرس عشر سنوات ومشوش ولا يتكون حتى يصير أستاذ لبداية الحكمة ما يقدر لماذا؟ لأنه لا يمكن بهذه الطريقة الكلاسيكية أن يتأسس محققا يجب أن نخضع لهذه المتون إلى معايير أونتولوجية معايير سرمدية حتى النص أو المتن يتجلى لنا بعمق نعم إذا أنت سيد علامة يقول وبعبارة أخرى الماهية بحسب الحمل الأولي في ذهنه الشريف هذه كلها منقحة أما في ذهن الطالب ماذا يقصد الماهية؟ مفهوم فلسفي أم الطبائع هنا الطبائع بحسب الأولي يعني مبدأ الهوية يعني الإنسان إنسان وإنسان لا زيادة ولا نقصة ليست بموجودة ولا موجودة هل هذا السلب السلب القضوي لا لا أبدا السلب القضوي دائما يكون في مبدأ الجوهرية هناك تأتي القيود والتعينات يعني المحمولات نعم وإن كانت بحسب الحمل الشاه يعني مبدأ الجوهريه، يعني دخلت في سياق العليه والمعلوليه، اما موجوده، نعم. اذا جاءت موجبات التحقق، يعني وجوب الغير، واما لا موجوده الامتناع بالغير. اين؟ هذا في سياق التحقق نظام الاسباب والمسببات الحقيقيه او المجازيه. يعني اين؟ في مبدأ الجوهريه. الوجود جاء بعد تعيين الذات. نعم هذه البنيه الذهنيه بنيه ذهنيه هكذا تتعامل مع الواقع وهذا هو المراد بقولهم ان ارتفاع الوجود العدم عن الماهيه يعني مرتبه مبدا الهويه الانسان انسان ما ما شجر شجر من حيث هي هي اشاره الى مبدا الهويه من ارتفاع النقيضين عن المرتبه ابدا ابدا ارتفاع النقيضين معيار ليس من صنخ الذي يرفع الصنخ. معيار صار مادي حكمة إلهية خالدة كيف يرفع؟ لا معنى لرفعه رفعه خراب العقل خراب العقل يعني خراب الوجود خراب الحكمة الإلهية فعل الله يصير لغوا على مستوى التحقق وعلى مستوى الفهم الإنساني يعني العقل يخرب ينتفي نعم وليس ذلك بمستحيل اصلا ارتفاع الناقضين في اي مرتبه من المراتب مستحيل. يجب ان نفهم المساله ان مبدا الهويه ليس دائره حكومه ارتفاع الناقضين يا سيدنا نعم وانما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه. هذا كلام صدر المتألهين في الاصفار الجزء الثاني صفحه ربعة وخمسة والقبسات والمنظومة صفحة ثلاثة هذا الكلام صدقوني لا معنى له سيد العلامة يستشعر هذا الأمر ثم يحاول أن يبرر هذا الكلام يعنون به انظر شعور بشناعة ارتفاع النقيضين يعنون به أن نقيض الوجود ناقض الوجود ما هو العدم الماخوذ في حد الذات يعني العدم الآن في متن مبدأ الهوية داخل في مبدأ الهوية ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات والله هذه عبارة الأسطر الإلهي لا يستطيع أن يفهمها ناقض الوجود يعنون به أن ناقض الوجود المأخوذ في حد الذات ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات. بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. لا اله الا الله محمد رسول الله. دقق جيد في المسألة، أعيد البيان. عندك الإنسان في مبدأ الهوية، أسألك ما هو؟ أقول إنسان إنسان. في تعينات هناك؟ قولي لا أبدا. لا معنى للتعينات، لأن التعينات في حكومة مبدأ الجوهرية. بمجرد تتعين التركيبات القضوية ببركة مبدأ الجوهرية تأتي حكومة مبدأ التناقض وبتبعه حكومة ارتفاع الناقضين الذي يسمى مبدأ الثالث المرفوع أما في الهوية الإنسانية إنسان وإنسان لا حكومة لمبدأ التناقض ولا حكومة لارتفاع النقيض. جيد أرفع الوجود وهذه مسامحة هناك الوجود لا يرفع ولا معنى لرفعه مسامحه ارفع الوجود عن متن الذات هنا الماهيه لم تتقيد بالوجود هنا الماهيه في هويتها الانسان انسان خرج الوجود من قلب الانسان التوهم ماذا يقول اذا رفعت الوجود لحكومه مبدا التناقض يستقر العدم اليس كذلك لان الامر يدور بين الوجود والعدم فرضا تسامحا نعم نعم ارفع العدم وفقا لحكومه مبدا التناقض يقع الوجود ارفعهم الاثنين ارفع الاثنين يلزم ارتفاع النقيض هذا هو حديثهم وهذا هو لب كلامهم الان يريدون ماذا يفلسفون المساله يقول الهوية الإنسان وإنسان باعتبارها ليست في دائرة الوجود والعدم فرفع الوجود لا يستدعي وجود العدم تقرر العدم ورفع العدم لا يستدعي تقرر الوجود لماذا لأن هناك ليست حاكمية الوجود والعدم إذا لا معنى للوجود هناك لا معنى للعدم عبر عنه عبروا عنه تسامحا بارتفاع نقيض وهو ليس بارتفاع الناقذين يعني رفع القيد رفع قيد الوجود ورفع قيد العدم قالوا يلزم ارتفاع الناقذين ولا بأس به لا أبدا دائرة مبدأ الهوية ليس مبدأ الهوية وثالث المرفوع ليس يحكمان في مبدأ الهوية البقية تأتي إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد